الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله أقوى العدة لنا في الدنيا وفي الآخرة، وإن المتقين كتب الله تعالى لهم العاقبة فقال والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، وإن من فارق التقوى فارقه التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال جل من قائل: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم أنه يهدي من اتبعه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، وينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكت عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. عنوان خطبة اليوم: أخلاقيات الأزمات. أيها الإخوة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. عقيدة يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. والشريعة هي أن تتقن عباداتك ومعاملاتك المالية وأحوالك الشخصية، يعني الأسرة وما يتعلق بها، والقضاء والسياسة الشرعية وفق شرع الله. والأخلاق أن تتحلى بالمحمود وتتخلى عن المذموم.
الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن حسن خلقه أغاض أعداءه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وعادة ما تكشف الأزمات عن معدن الإنسان. الناس في الراحة والبحبوحة يشبه بعضهم بعضا، لكن عند الأزمة يبين المعدن النفيس من المعدن الخسيس. ولئن كنا دائما مدعوين للتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها، فنحن في الأزمات أشد حاجة إلى هذا التحلي والتخلي. عنوان الخطبة: أخلاقيات الأزمات. وستعرض الخطبة اليوم لأخلاق ثلاثة أراها مهمة جدا فيما تشهده بلدنا هذه الأيام. أيها الإخوة، في 11 من آذار الماضي ضرب زلزال مدمر قوته 9 درجات أو 9 درجات بمقياس ريختر اليابان، وهو أعنف زلزال ضرب اليابان في تاريخها. تبعته موجات المد البحري للتسونامي الذي اكتسح السواحل اليابانية وتجاوز ارتفاعه 10 أمتار. يقول المراقبون نقلا عن وكالات الأنباء اليابانية إن حصيلة قتل الزلزال فاقت 11,000، بينما زاد عدد المفقودين عن 16,000، وتشرد مئات الآلاف من منازلهم وقراهم. وقدر البنك الدولي الخسائر ب35.2 مليار دولار، 235 مليار. وزاد الطين بلة العطل المفزع الذي أصاب مفاعلات توليد الطاقة النووية وأدى إلى حدوث تسربات إشعاعية. لاحظ المراقبون باهتمام أخلاقيات عالية لكثير من اليابانيين تبدت في هذه الأزمة الشديدة والخطب المروع. جدير بنا أن نفيد منها، إذ طالما دعانا إليها إسلامنا وإيماننا ويدعونا إليها المنطق والعقل. فكان مما قاله المتابعون: يرى الناظر الهدوء الجم المفعم بالبكاء العزيز عند اليابانيين، حيث عبر اليابانيون عن أحزانهم بهدوء وكرامة وعزة نفس، فلا هلع ولا جزع، إذ لم يواجهوا الأزمة بالصراخ الهستيري أو اللطم أو العويل أو بشق الجيوب أو ضرب الصدور. وكما ظهر عدم الهلع في الناس، ظهر في وسائل الإعلام، حيث لم تلجأ إلى التهويل ولا إلى التهوين من حجم الكارثة، بل كانت التقارير الإعلامية متسمة بالهدوء والموضوعية والصراحة. لم تنشر أخباراً تزيد من هلع وخوف المواطنين، ولم تبث الإشاعات لأهداف خاصة، بل قامت بدورها الوطني الجاد في مواجهة الأزمة وتوعية المواطنين. ثم إنك لتقرأ فيهم درساً في الأمانة، حيث لم تشهد المناطق المنكوبة في اليابان أي حوادث للسلب والنهب أو السطو المسلح
أو نهب للمصالح الحكومية أو المجمعات التجارية، بل إن مرتادي أحد الأسواق التجارية عندما انقطع التيار الكهربائي قاموا بإعادة ما كانوا قد التقطوه من مشتريات، أعادوها بهدوء إلى الرفوف قبل مغادرة الأسواق. وكنت ترى التراحم والتعاون بين اليابانيين واضحاً في الأزمة، فقد كانوا يكتفون بشراء احتياجاتهم المباشرة من الغذاء ومياه الشرب. كان كل واحد منهم يحرص على أن يتمكن رفاقه وجيرانه من تأمين احتياجاتهم بحيث تكفي تلك المواد للجميع. لم نشهد نفاداً للسلع في المتاجر ولا ارتفاعاً في الأسعار، بل على العكس، تطوع مجموعات من الشباب الياباني لمساعدة وإغاثة المنكوبين بما يحتاجون إليه من الماء والغذاء، والتراحم بين أفراد الشعب كله. بادرت بعض المطاعم والمحلات إلى تخفيض أسعارها، وقدم بعضها الوجبات مجاناً للمحتاجين، وحرص القادرون في كل منطقة على تفقد جيرانهم وتأمين احتياجاتهم. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أخلص مما قرأت عليكم من تقارير المراقبين إلى الأخلاق الثلاثة التي أريد أن أبسطها بين أيديكم من أخلاقيات الأزمات. الخلق الأول: عدم الهلع. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال المفسرون: الهلع هو أشد الحرص وأسوأ الجزع، وهو الضجر. وقد فسرتها الآيات بأن الهلوع إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله تعالى بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، يعني مزق ثيابه عند المصيبة، ودعا بدعوى الجاهلية، صار يصرخ كما كان الجاهليون يصرخون. فمن أدب المسلم عامة وعند الأزمات خاصة عدم الهلع، بل الصبر والهدوء وسكون القلب واطمئنانه إلى أقدار الله تعالى وقضائه. لأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وإن المسلم ليذكر قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأول خلق حري بمن نزلت بهم أزمة أن يتخلقوا به عدم الهلع. الخلق الثاني:
الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال في حديث آخر: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وتذكرون أيها الإخوة عندما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانت عنده ودائع وأمانات لقريش، أبقى سيدنا علي رضي الله عنه مكانه وقال له: إذا أصبح الصباح رد الأمانات إلى أصحابها، مع أن أصحابها أرادوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه صاحب دين، صاحب إيمان، صاحب أمانة. قال: رد لهم الأمانات ثم الحق بي. وإذا كانت الأمانة محمودة مطلوبة دائما، فإن حاجة الناس لها في الأزمات أكبر وأشد. فليس في خلق المسلم أن يعدو على مال أخيه في أزمة، ولا أن يعتدي على مال عام أو على مال خاص، ولا أن يضر بممتلكات عامة ولا بممتلكات خاصة، ولا أن يأكل أموال الناس ظلما وهضما، فلا يعطي مستحقي دفعات الديون التجارية حقوقهم بذريعة الأزمة وهو قادر على أن يدفع لهم، يترتب عليه دفعات أسبوعية التزم بها، يقول: يا أخي الآن لن أعطيكم. ليست من أمانة المؤمن ألا يؤدي الأمانات، ألا يؤدي الأمانات إلى أهلها. فالخلق الثاني الذي هو من أخلاقيات الأزمات الأمانة. وإن الله تعالى لينظر إلى عباده إذا رآهم ممتثلين أوامره فيعينهم على رفع ما نزل بهم. لكن العباد إذا تركوا الامتثال لأمر الله تعالى تركهم الله تعالى وشأنهم ليحلوا أمورهم بأنفسهم. الخلق الثالث والأخير اليوم من أخلاق الأزمات التراحم، أن يرحم الناس بعضهم بعضا، أن يتراحم الناس، أن يتعاون الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عندما كنت أسير عائدا إلى المنزل رأيت سيدة مسنة تقف أمام أحد المخابز، كان المخبز مغلقا، ولذلك وقفت المرأة وقد جمعت أمامها كمية من الخبز وراحت توزع الخبز مجانا على مارة، على المارة. وفي مكان آخر في الطريق كانت هناك سيدة تحمل لافتة كتب عليها: الرجاء استخدام المرحاض لدينا. وكانت قد فتحت منزلها للناس الذين شردهم الفيضان والزلزال لاستخدام الحمام. وأراد زميلي في العمل تقديم المساعدة بطريقة ما حتى لو كانت لشخص واحد، فكتب لافتة: إذا لم تكن تمانع في ركوب دراجة فبإمكاني إيصالك إلى منزلك. وقد وقف في البرد حاملا هذه اللافتة، وبسبب نقص البنزين فإن محطات الوقود معظمها مغلقة أو عليها طوابير طويلة جدا. قلقت كثيرا حيث كان أمامي 15 سيارة. وعندما جاء دوري ابتسم العامل وقال: بسبب الوضع الراهن فنحن فقط نعطي وقودا بقيمة $30 لكل شخص، فهل توافق؟ أجبت: بالطبع أوافق، وأنا سعيد لأننا جميعا نتشارك في تحمل هذا العبء. تبسم لي العامل ابتسامة أشعرتني بالراحة والطمأنينة وأزالت قلقي. هكذا كتب
بعض من عاش أيام الأزمة في اليابان. عدم رفعك للأسعار في الأزمات تراحم وتعاون. أما من يرفع أسعار المواد في الأزمات هذا يعامل العباد بشدة وسيعامله الله بشدة. عدم احتكارك للسلع في الأزمات هذا تراحم وتعاون. عدم شرائك لما لا تحتاجه الآن في بيتك وعدم تكديسك للمواد الغذائية في بيتك تراحم وتعاون. تخفيض الأسعار في الأزمات تراحم وتعاون. مد يد العون للمحتاج تراحم وتعاون. معاونة الضعفاء تراحم وتعاون. قضاء حاجات الناس في الأزمات تراحم وتعاون. ولن تؤمنوا حتى تراحموا. ومن لا يرحم لا يرحم، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. يا أيها الإخوة، هذه ثلاثة أخلاق في أخلاقيات الأزمات: عدم الهلع والأمانة والتراحم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.